يسعد لي هالمساء يا رب، وحياكم الله. وصفتنا اليوم اللي بنصلح انا وياكم سلطة الفول الفرش الطازج، لذيذة جدا يا بنات ومغذية، وتنفع الربع اللي يسوون دايت. جميع المنتجات اللي انتم تشوفونها ماخذتها من ثمار العقيلات. تعالوا انا وياكم نبدا بالوصفة. قبل ما نبدا بالوصفة حقتنا بوريكم هذا فول مفرزن فريش، بس انه مفرزن ما نحصل طبعا الطازج. سلقته ابو يمكن 20 دقيقه وبعدين قشرته، تطلع لكم القشور بهالشكل. ونبدا بسم الله وصفتنا. نبدا نجمع مكونات وصفتنا. عندي هنا جرجير مغسول ومقطع اللي قطع كبيره، ونفس الشيء الخس غسلته وقطعته شرايح كبيره، بقدونس مفروم وسط، مكعبات فجل احمر قشرته وصار ابيض، مكعبات طماط، وعندي هنا الفول المسلوق والمقشر، مكعبات خيار. نجي عاد للصوص. حطيت هنا ملعقتين زيت زيتون، ملعقة زبادي كبيرة، 3 ملاعق طحينة سائلة اللي هي الهردة، عندي هنا تقريبا 3 ملاعق موية، رشة فلفل مجروش، عندي هنا فص ثوم مهروس، ملعقة خل صغيرة، عندي هنا كمون حب. بعد ما حركت صوص الطحينة ووصل للقوام اللي أنا أبي، أعطيه الآن رشة ملح ورشة فلفل أسود. حركت المكونات الخضراء كلها مع بعض، وبصب الآن عليها صوص الطحينة وأرجع أحركها بعد من أول وجديد وعلى صحن التقديم. على الوجه بضيف الخبز العربي مقطع شرايح ومحمص مع زيت زيتون.